Și vă se ne mene ca cine dar sunt la lume? Da. Ia. Ai nebdă, poți să amenezi bitea aia. Și nu mai poți să mai pui, eu de tot pe zis. Cine mai pe oază o curioneta de zis? Divide the infection. El origin. El main cause. Mai curioneta de zis. Care și nu va de oral hygiene? Accumulation of what? Infection. Accumulation of the plaque. Then the plaque هو the main cause of طبعا. Plaque is the main cause of periodontal disease. هذا أول هذا ماكو امتحان وزارة إذا ما يجي هذا الـ MCQ. أوكي؟ زين ليش قالوا plaque ما قالوا calculus؟ زين هو مصدر لان البلاك هو اللي يحتوي على البكتيريا اللي سبب البيوداتات ديزيز. زين البلاك مين يتكون؟ من بقايا طعام ويصير عليها بعدين بكتيريا. بس بقايا طعام وبكتيريا؟ البروتينات مال السلايم. اي بعد اكو فشي كان يسموه ماتيريال بتفضل عم والجنجبه اصلا. زين ولا ايش قد يتكون البلاك؟ ورا الساعة خمس دقائق من التفريج. خمس دقائق يصير مثلا بلاك عندي لا لا التفريج. يعني بلاك من ايش قد؟ اسبوعين عدم التفريج. لا مو عدم التفريج. 10 الى 12 ساعة. لا لا ورا التفريج. والكالكولاس. الكالكولاس اسبوعين. اوكي. زين هذا البلاك ايش قد ايش يحتوي؟ بكتيريا مايكرو اورجانيزم ليش مو بكتيريا؟ دكتور نوع ليبي شنو؟ ليبي مو بس بكتيريا ميبي فانجا. اوكي زين هاي مايكرو اورجانيزم شو يسوي؟ انفلاميشن شايفها افلام ليش يسوي انفلاميشن؟ بتقولين هي تحتوي على مواد البرودكشن مال مال البكتيريا يسوي الكيميشن الانزيمز مالت ايش يسوي؟ بريك داون انلايسيس. زين هنا التشو ايش راح يصير فيه؟ الجنجبه راح يصير منها ريسبونس لهذا الانزيمز او هاي انسايد البرودكت مال البكتيريا ايش راح يبدي اول بروسيس بالسوفت تشو؟ انفلاميشن. شنو هي الانفلاميشن؟ شنو هي الساينز اوف انفلاميشن؟ دكتور ريدنا عندنا بلاد فلو بلاد فلو بعد بليدنج كوز اوف فانكشن هذا شيء. زين هذا الانفلاميشن منين اجى؟ وليش صار؟ ريسبونس هاي البلاك بس منو سوا؟ الاميونيتي مال الجسم صحيح؟ صار انفلاميشن وما فرت المريض ولا وخر الكوز اللي هو شنو قلنا الكوز اللي هو البلاك ايش صار وراها؟ طيب انتقل من الجنجبه للبون شلون ينتقل؟ اول شيء شو يصير؟ الكالسيفاي شو يصير؟ كالكولاس. سؤال الكالكولاس الاريتيشن مالته هل هو ميكانيكال لو كيميكال؟ ميكانيكال كيميكال ميكانيكال 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 يدفع يدفع الجنجبة والكيميكال الكيميكال يعني شنو؟
لا هو اصلا الكالكولاس هو مو احنا ايش قلنا هو هو بلاك ف الكالكولاس فوق على طبقه مال بلاك فاوريدي عندك انت اصلا بلاك معناها موجوده بكتيريا وهذا تاثير مال تيسر كيميكال وميكانيكا خوش فوات الكالكولاس تبدا جاي والله راح هسه نحكيكم احنا على هاي انت من صار الكالكولاس سبجن جاي فاضي قبل ما يصير البون يصير بي ديستركشن شو يصير عندنا؟ جنجبه تنزل عندنا بوكيت لا بابا قبل الجنجبه مو احتمال الجنجبه ما تنزل يصير عندنا بوكيت لا هو صحيح بس احنا الاستراكشن لا احنا نريد يجي في التعريف تعريف البوكيت تستنزل مين لي وين؟ بالجنجايفال سيركس اذا البوكيت هو عباره عن ديبنينج عند الجنجايفال سيركس مين يقاس؟ بالابيكال الكورونا الابيكال اوف وات؟ مارجن جبل ابيكال الجنجايفال مارجن اللي وين؟ الديكس مال بوكيت اكو عندنا فشي يسموه ترو بوكيت وفولس بوكيت شنو الفرق بين الترو بوكيت والفولس بوكيت؟ الترو بوكيت هاي كونكتد تشو ينزل والفولس الترو بوكيت ذير از ديستركشن ان بيريودنتال تشو والفولس هاي شلون صار هذا ديستركشن بالبون هذا صار نتيجه السويلنج بالجنجيفا فكبرت المسافه جنجيفا كانت ناصج ما صار فيها سويلنج صارت المسافه طويله فمن نقيسها احنا نشوفه انه هو بوكيت واحتمال انه هو مو بوكيت راح نشوفوه من تشتغلون بالعيادات مالتكم تجون البيشنت تشتغلون له سكيلينج ورا ما تشتغلون له سكيلينج راح نقول لكم خلي يروح يجيكم ورا اسبوعين ليش يجينا ورا اسبوعين؟ ليش ما نسوي له راس ابو الدين؟ حتى نتذكر وقت لإزالة الانفكشن احنا هنا على متعرف هذا البوكيت هل هو ترو بوكيت او فولس بوكيت ننطي فرصة للجنجبة انه يصير فيها هيلينج اوكي على مود شوية تنزل نرجع نقيسها بالجلسة الثانية يلا نقيس البوكيت احنا ما نقيسها من اول فيزيت اكو كيسات مثلا البوكيت ديبث مالته خلينا نفرض 6 او 5 5 ملم او 6 ملم هذا انا من البدايه اقول انه هذا ترو بوكيت ليش؟ ما معقول الجنجبه راح تنزل 3 ملم على مود يصير ضمن الرينج هو ايش قد الرينج مال بوكيت؟ اكثر من 3 يعتبر اكثر من 4 اذا اكثر من 4 ملم نعتبره بوكيت اوكي؟ هسه ورا ما صار بوكيت طبعا الكالكولاس يستمر يمتد ورا ما صار بوكيت وما سوينا له شاره احنا عرفنا هذا السبب ان جابوا الكالكولاس موجود ايش راح يصير هسه؟ راح يوصل لي وين؟ للالفيلر بون يصير قريب من عنده ماشي؟ هسه هنا ايش راح يصير عندنا؟ هسه الالفيلر بون ايش راح يصير فيه؟ راح يصير فيه ديستركشن من صار ديستركشن بالالفيلر بون شو راح يصير؟ راح ينزل اعتبروا ايدي هو الالفيلر بون وهذا التوث اوكي؟ هذا الالفيلر بون كان هنا اجى الكالكولاس وصل هنا الالفيلر بون صار فيه اللي جبته من هذا التوث شو كانه انت نار وقاعد تحل ايدك عليه شو تسوي تبخر ايدك غير؟ يبتعد عنها ينزل هذا الكالكولاس يمتد بعد وهذا يظل ينزل ايش صار عندك؟ هنا الريشو ايش صار؟ صار بيه اختلاف مو كان ما كان ان انا هاني لازم التوث مالتي بكل هذا البون صار هنا ايش صار عندي هنا بالتوث؟ واذا استمر وراها شو يصير؟ يصير توث لوس Thank you.
مرتبط ولا هاي شغلات لقيتهم بالحياه العمليه. سؤال، اكو بين خلال هاي العمليه؟ لا لا يعني اذا فوقتك بين؟ ايه ماكو؟ اذا فوقتك بين اذا فوقتك زين. ايش قد مدى فوقتك بين؟ ممكن يعني اذا الوقت صار صولك بالجنجبه اذا الروت اختلفت عندنا الريشيو مال السن فالروت اذا صار اكسبوزد دكتور من ما ادري ما دريت هل هذا البين اللي يصير عند البيشنت تدري احنا البيشنت مالتنا لا وجع ما يجيك الا من يصير عنده بين قوي هذا البين راح يخلي هذا البيشنت يراجع ما راح يخلي يراجع دائما البريودنتال ديزيز البين مالته هي شنو؟ دل بين دل بين يجيك يقول لك انا اذا احس مثل هيتشنج كانه انا لفتي اذا تركني اذا احس روحي حلقي ثقيل ما مرتاح بس ماكو ذاك الاكيوت بين اللي يخليه انه يجيك لذلك من اخطر الديزيز هي ذن البريودنتال ديزيز ليش؟ لانه البيشنت ايش وقت يجيك؟ ما يصير قوي هو ولا راح يصير قوي ايش وقت يجيك من يقول لك والله دكتور ماني سندي يتحرك انت من واصل هو توث موبولتي هذا وين واصل ريبون؟ جاي بالستيج الاخير انت تعرف شلون؟ اكو احصائيه تقول almost 75% of American adults have some forms of periodontal disease and most are unknown of the condition. طبعا البريودنتال ديزيز هي الكوز مال لوس اوف تيث اكثر من الكيريز. يعني اذا تسوي احصاء انه احصائيه انه اني ايش قد عدد الاشخاص اللي فاقدين اسنانهم نتيجه الكيريز وجعت على الاشخاص اللي فاقدين نتيجه بريودنتال ديزيز البريودنتال ديزيز هواي اكثر. هسه شنو هي التايبس اوف بريودنتال ديزيز؟ المين تايبس جنجيفايتس وبريودنتايتس. شنو الفرق بين الجنجيفايتس وبين البريودنتايتس؟ الجنجيفايتس بس في الجنجيف يعني شنو بس بالجنجيف؟ لا عليك خلينا نبديها واحدة واحدة. أول شيء شنو هي البريودنتال تيشو؟ بريودنتال بون أند تيشو. أربعة عندنا شنو بون أند تيشو؟ بي دي أل بريودنتال ليجمنت ألفيلار بون سمنتال والجنجيف بعد سمنتال هذين ايش قد؟ أربعة. إذا صار عندي انفلاميشن بس بالجنجيف ايش اقول؟ جنجيفايتس. جنجيفايتس. إذا بون لوز. إذا طورت الجنجيف وصار فيها ديستركشن اوف بريودنتال تشو انتبه بابا. ديستركشن اوف وات؟ بريودنتال. اوف بريودنتال تشو اللي هي شو الضم؟ الضم هذين الأربعة اللي حكينا عليه. يعني إذا صار عندي بوكيت معناها عندي ديستركشن وين؟ بالبريودنتال ليجن. إذا صار عندي جامر سيجن معناها عندي وين ديستركشن؟ بالجنجيف. صحيح؟ إذا صار عندي بولوس معناها عندي وين ديستركشن؟ بالالفيلار بون. والسمنتال طبعا هم ضمن البوكيت وضمن الالفيلار بون. إذا عندي توث موبولتي معناها وين عندي ديستركشن؟ الالفيلار بون بالريودنتال ليجمنت. إذا أني تايب أوف ديستركشن نعتبر هذا شنو؟ نعتبره بريودنتال ديزيز وليس جنجيفايتس. يعني أنا أجي اليوم راح تبنون كيس شيت، تبنون كيس شيت مالكم ورقتين، بعدكم ما شايفين. شوية تطول. اجي افتح حق البيشنت اول ما باوع شو باوع؟ باوع على الجنجبه مالته كل شيء اذا شفت جنجابه ضل السجن شو اقول هذا شو عنده؟ بريودنتايتس اذا شفت عنده بوكيت بريودنتايتس اذا شفت عنده موبيلتي بريودنتايتس هذني كلهن من اشوف اذا انا شفت بس عنده كالكولاس وبس انفلاميشن بالجنجيف
هاي جنجيفايتس. هذا ايش تعتبره؟ جنجيفايتس. كم تايب من الجنجيفايتس عندنا؟ هل هو بس راح تقول لي انت جنجيفايتس او بيريودنتايتس وهاي اقول لك روح الله وياك؟ اقدر مثلا قريبة من البريود التاتيس وشوية بعيد اذا بيها بليدنج او لا اي بس وطبعا كلاسيفيكيشن بابا بي اكو احتمال يجيني واحد عنده جنجيفايتس افتح حلقة القى ما بيه لا كالكولاس ولا بلاك اي دكتور تلقى بس ريدنس مثلا ها تلقى بس ريدنس هاي مين جاي هذا Systemic disease. بلاك انديوز جنجيفايتس اوكي اذا ما لقيت بلاك شو اقول نان بلاك انديوز جنجيفايتس النان بلاك ايش ينقسم الى عده اقسام هنا راح اجي انا اسال البيشنت ياخذ ميديكيشن اذا ياخذ ميديكيشن شو اقول اقول ميديكيشن انديوز جنجيفايتس زين مرات بناتنا الطالبات يعرفون هرمونال تشينز شو وقت يصير الهرمونال تشينز بالنسبة للأدلت الفيميا بتاع بريغنسي وبريغنسي بريغنسي وبالمنستريشن سايكل وبالنسبة للميل ديورم شنو ديورم كيوبرتي اثناء فتره المراهقه بقى. اوكي هذا شيء يصير عندهم طبعا المياه في المراهقه شيء يصير عنده يصير عنده هرمونال تشينز هاي الهرمونال تشينز تتاثر هسه وين صار عنده هرمونال تشينز هسه يجي واحد يقول يابا وين صار عنده هرمونال تشينز شيء يصير عندنا احنا شيء يصير تاثر على شنو على الميونيتي على الميونيتي على الريسبونس مال تشو يصير الريسبونس مالتها قليل زين لذلك يصير عندها انفلاميشن زين سؤال الجنجيفايتس هل هي ريفرسبل ولا لا؟ ريفرسبل لا لا انا لا اطيح هاجلك شوف هاجلك انا انا وانا كان عندي دكتور يعني شنو ريفرزر دكتور يعني يروح من يروح ال ها الكاوز يروح ريموفال اوف شنو ريموفال اوف كوز اللي هو يا هو الكوز بلاك أنا مو على مود البيشنت والله يطلع منها يقول الله صارت أسناني حلوة. آه طبعا. أوكي والله. أنا على مود إنه صار سموث. حتى أصير بلاك ريتنتيف أريا. أوكي؟ تمام. إجاني البيشنت سويت له سكيلينج وبولشينج وراح لبيتهم. ورا أسبوعين إجاني. رجع. لا فريج ولا هذا. صار هذا بيتحسن البيشنت؟ لا يجيك يقول لك دكتور شو هاي ما صار زين انت مو خوش طبيب اذا شغلنا بالبريو ما يعتمد بس عليك بابا يعتمد عليك
معالج بيشن وهاي اصعب الشغلات لانه انت احتمال يجيك واحد اوبريتيف يسوي له فولينج ويروح ياكل عليها غير ما راح تعتمد عليه انت ضبط الفولينج مالتك هو يروح كل شيء ما عليه بعدين سوى فرج ما فرج يا بجوز وراها يصير بي كيريز مثلا مره ثانيه كذا هذا اذا ما فرج هاي بحث اخر بس المهم هو جاك عند البين راح البين بالبريو ماكو هيك شيء بالبريو يعتمد عليك ويعتمد علي من؟ بيشن على البيشن اذا هذا لازم يجيني البيشن شو اسوي له؟ موتيفيشن هسه اعطيه موتيفيشن موتيفيشن اللي هي شنو؟ اللي اقول له شلون يفرج وش قد يفرج؟ وشلون ينظف اسنانه؟ وشلون يعتني بالنظافه مالته؟ واظل الح عليه وادوخه في السالفه هاي، مو بس ادوخه واخوفه هم يعني. لان اذا ما تخوفه ما يكتسب. اوكي؟ لذلك احنا نهتم من يجوكم بيشنت هنا للكليه لازم انه انت تهتم بالموتيفيشن. احتمال انت تشتغل او تنتظر العياده اللي راح تجيك ورا اسبوعين وانت فرحان جايب الكيور مالتك وتريد تشتغل روتيف يعني ويجي السينيور مالتك يقول لك هذا نت انديكيتر. ليش نت انديكيتر؟ لانه الانفلاميشن بعده موجود. ليش الانفلاميشن موجود وانت مسوي سكيلينج؟ لان البيشنت ما فرج. عرفت؟ هسه نجي على البريودنتايتس. ايش قلنا هي شنو هي؟ انفلاميشن سبورتنج سبورتنج تيشيو او ديستركشن انفلاميشن اوف جنجيفي وديستركشن اوف سبورتنج تيشيو. حكينا على سبورتنج تيشيو شنو هي؟ كم تايب من البريودنتايتس اكو؟ نعم كم بيها كلاسيفيكيشن؟ كلاسيفيكيشن طويله من بيها اكيوت كرونيك. راح نختصر لكم اياها بالكيس شيت بثلاثه حتى تذوقوا. عندكم يا اما كرونيك بريودنتايتس او اجريسيف ماكو اكيوت ولا حد يقول لي اكيوت كرونيك بريودنتايتس او اجريسيف بريودنتايتس او بريودنتايتس از مانيفستيشن اوف سيستميك ديزيز. اوكي شنو يعني كرونيك؟ بالعربي مزمن مزمن يعني مدة طويلة معناها شنو مزمن؟ من مدة طويلة صار له هذا هواية صار له هواية شنو؟ صار له هواية عنده انفلاميشن وصار له هواية عنده هذا الديزيز. يعني من افتح حلقة شو اشوفه؟ ايش عنده؟ احنا هاي موبيلتي وما موبيلتي وديستركشن وذني ذني حددناها من البداية قلنا هذا عنده بريودنتاتس. هسه انا بدي اشوف كلينيكال شو بعرف حلقي دكتور عندك يعني اما سنه واحده او كم سنه؟ ما يخالف واحد انا ايش ذا باوع؟ عصبوا في الفشو لا باوع اول شيء باوع على البلاك ايش عندكم؟ عندكم انديسيز عندكم بلاك اندكس وعندكم جايبال اندكس بس راح تملون اذا ماخذين انتم بالثالث يمكن انا اذا ليش دامي هنا البلاك اندكس والجايبال اندكس من يجي من البيت شنو على مود انا اذا تعب روح العب جلقه ليش؟ اشوف شو اشوف؟ اشوف اتحسن او لا وبعد حتى نقيم نشوف الفرق حتى اقيم انا هذا البيشنت مالتي الكوز مالتي يعني انا من يجيني بيشنت سمعوا طلاب من يجيني بيشنت عمره 40 سنه او 45 سنه وافتح حلقه القى فيه كالكولس هوايه وهذا عمره كبير اقول اقدر اقول انا هذا اجريسيف بريودنتايتس؟ لا كرونيك ما اقدر اقول انا هذا راس انا شو اقول عليه؟ اقول عليه كرونيك بريودنتايتس. اذا يجيني واحد مثل جنابكم صغير بالعمر وافتح حلقه ابغى بحلقه ماكو لا كالكولس ولا فشي بسيط بس بلاك بس اجيب البريودنتال بروب اخليها القى عنده مالتيبل بوكيتس كل البوكيت مالته خمسه وسته وسبعه هذا مين جاي هذا؟ ها؟ هذا اجريسيف بابا هذا الاجريسيف ليش يصير؟ وراثه بشنو بابا؟ الاميونيتي مالته ضعيفه الاميونيتي مالته فيها ديفشنسي
اوكي هذا مثل ما واحد يسوي لك شلون يقولون يسوي من الحبايه كوبايه هذا بلاك شويه عنده خطيه يدمر زين لانه جد جبواته ما تقدر تتعامل ويا البكتيريا صورتها هسه شنو قلنا شنو الفرق بين الكرونيك والاجريسيف الريشيو مال البلاك بالكرونيك ايش بيه عادي وبالاجريسيف ايش بيه ناس العمر فوق ال 40 الكرونيك هذا ادوب فوق ال 40 هذا الاجريسيف دائما ايش يصير بين العشرينات الى 30 ان هذني اكثر يعني نقطتين الدفرنس بيناتهم اضافة انها تسال على الهيستوري يطلع هذا عنده هيستوري تلقى هيستوري فاميلي عند البيشنت اللي ابو الاجريسيف عندنا نوع ثالث اللي هو از مانيفستيشن اوف سيستميك ديزيز اللي هم جماعه اللي ياخذون الدراجز جماعه الدايبتكس والجماعه الهارت ديزيز هسه شنو هي الريسك فاكتور اوف ريودنتال ديزيز سموكينج diabetes patient, poor oral hygiene, osteoporosis, HIV, medication, stress, and obesity. سؤال كل واحد يدخن معناه عنده periodontal disease؟ لا دكتور وكل واحد obese معناه انه هو عنده periodontal disease؟ اذا ذني شنو؟ يزيد الخطر بس هذني ريسك فاكتور فقط انه انا هذا نفس البيشنت نفترض انه انا دخلت الاخوين انا دخلت بجهاز استنساخ طلعت من عنده نسختين هو نفس الولد اوكي واحد قلنا له دخن واحد قلنا له انت لا تدخن هو نفسه ونفس الهبت مالته وكل شيء نفسه يا اللي صار عنده اسرع ابو الاسموك مجرد هذني يزيد بالرزق فقط اوكي دكتور نعم احنا العام اخذنا السموكر اي يعني الجنجر مالته يصير اقل بسنتين ليش يصير اقل بسنتين؟ تمر نيكوتين كومبينيشن هذا زين هسه هنا هنا انا اقول سؤال هسه يجيك هذا تبلون بالجنجر بول اندكس احتمال يجيك واحد تبلي له جنجر بول اندكس بالكيسير تلقى ما عنده بليدنج او هو ما عنده بليدنج وانما قليل مطبوع عند حلقه وهذا بريودنتال وكرونيك بريودنتايتس معناها شنو هذا؟ ضخم معناها هذا سموكر شو يسوي عنده؟ بازيو كونستركشن مين يصير بازيو كونستركشن؟ من الهيت بابا مال سيجار من الهيت مال دخان زين ومن النيكوتين ومن هذا يصير عنده بازيو كونستركشن لذلك يصير البليدنج مالته قليل بس هل يعني انه هو هيلثي؟ لو يترك الجقايه لمده اسبوع راح تصير لك الجنجايفل اندكس مالته يزيد. تمام. زين. زين دكتور ولي شراب عم ياثر؟ اه عيني. بدركي؟ ايه. شربت. اللي يشربه هواية بس القليل لا زين. شوفوا لي هذا الاثنان هذا شنو هذا فيرتيكال رسيجين لا تقول لي رسيجين روبوت واحد اللي قال ليش الجيجي بتبين بالاكس لاين فيرتيكال هذا هنا شنو فيرتيكال بونوس فيرتيكال بونوس هذا طبعا فوق دي يطلع لك 6 الى 7 هذا هوريزونتال اكو حاله يصير عندي هوريزونتال بون لوس without inflammation لا يجيك واحد عنده تاخذ له اكس راي يطلع كله يطلع كل البون مالته هنا بس يفتح الجيل جنجبه مالته ورديه خفوه كل شيء لا هذول اللي يشحدهم جماعة البروكسيزم جماعة الكلينشينج هذا اللي يصير عنده يصير عنده بشيء يسموه تروما فروم اوكلوجن
زين بعدين ناخذها مقارنة. هسه راح نجي احنا صار لنا ساعة نلغي. ليش نسوي دياجنوزز اصلا؟ حتى نشوف التريتمنت. شي يعني انا يجي البيشنت يقعد اشغل الكابتر هون وهون. تعرف شلون؟ واشيل الكالكولاس وهذا واسوي له بوزنج ولا اروح على ضيعك؟ شو مدوق نفسي انا بالله هذا؟ ليش دا اسوي له انا دياجنوزز؟ اولا تو ديترماين whether the disease is present or not مثل ما قلنا. يجوز اكو ناس مثل هذا جماعة التروما فروم اوكلوجن هو ما عنده ديزيز قطعي بس ايش عنده؟ عنده هذا صار التروما فروم اوكلوجن جماعة الكليتشنج والبروكسيزم شو اسوي لهذا البيشنت؟ موتيفيشن نايت جارد اقول لك انا نايم وما اقعد ايش ادري ما احس نايت جارد اسوي له نايت جارد تو ايدنتيفاي اتس تايب ان اكستنت سيفيريتي اوف ديزيز ديستريبيوشن underlying pathological process and their causes. دكتور إذا سوينا نايت جارد راح يرجع للبون لو بس يبقى على نفسه. ما يرجع للبون. بس يحافظ. بس ما يسوي. خوش سؤال أنت سألتني. إحنا قلنا طبعا ما كملناها إحنا بوقتها. قلنا الجينجيفايتيس ريفرسبل مو صحيح؟ والثريودنتايتيس ريفرسبل. ريفرسبل. عاد أنا ليش أسوي له تريتمنت؟ حتى أحافظ على وضعي. حتى أنا أحافظ عليه على الليفل هذا ما أخليه إنه أسوأ. أوكي. من ما؟ كل من بابا لازم تسوي لهم هذا انتركوزال بلانس. أيوة. هو اسمه العلمي انتركوزال بلانس وليس نايت جارد. نايت جارد معناه حارس ليلي. معناه اف بي اس. أوكي. زين. راح يجيكم البيشنت أول بزيت. راح اخذ من عند الميديكال هيستوري والدنتال هيستوري والانترا اورا راديوغراف سيرفي واخذ لك كاستي جوز وكلينيكال فوتوغراف. شنو فائده الميديكال هيستوري انا اخذ من عند الميديكال هيستوري؟ ديزيز ريليتد. زين دنتال هيستوري ترى اشوف الفريكونسي مال زياده الجلد ايش قد بعدين قال لك انا والله قبل شهرين جاي طبيب الاسنان تمام انت عارف يعني تعالوا يا انا طبيب الاسنان قال قبل شهرين جاي معناه هذا شنو المريض هو موتيفيتد الاوبريشن مالته تعبان هذا ذا بشهرين صار عندك كالكولاس وبلاك توري كل هذا خوش كيس ها كل مره عيد هذا يفيد بان انت طالب بس هذا بني يجيك للبرايفت كلينيك ويجي يقول لك انا ما صار زين شلون انت قنعت تقول له هذا مو صوتك صوتك انت ما يقتنع لازم تخاف لازم تخاف يقول له اذا ظل يجي بابا روح شلح الكل حسن في الزرعه حسن الدور طبعا عندنا اوفر اول ابريزال اوف بيشنت اللي هي المنتال اند ايموشنال ستاتس اتيتيود فيزيولوجيكال ايج هنا أنا ليش كاتب هذا ايموشنال؟ شنو علاقة الايموشنال؟ يأثر على شيء بالهرمون صار عنده تشيج بالهرمون الكورتيزون جماعة دائما جماعة اللي صار عندهم دائما ايموشنال شوكس ترجع قاعد هذا؟ كيف؟ أولا يقوم ما يفرج ثانيا هو أصلا يعني الريسبونس مالته او الاميونيتي مالته تغير شايف مرات واحد من ينقاط تطلع له حق وايد طالع هاي شنو معناها من تطلع له حق وايد دكتور ما عنده كورتيزون من يصعد الاميونيتي مالته تنزل اي ما يجي هاي الحق وايد من الهواء حراره شنو؟ لا لا هاي سوالف مال مضمدين شنو؟ هاي صار شوطر ايه شنو هو؟ شوطر اربس اربس تيريالس سمبل هذا وين موجود؟ هذا موجود بالتويتر يعني بالدماغ موجود بالنيرف زين ليش يطلع على غفله هذا؟ على غفله دكتور يستغل الفرصه مال الاميونيتي نازله هذا يطلع شو وقت؟ من تنزل الاميونيتي هو موجود انت بجسم مالتك بس شو وقت ما تهبط عندك الاميونيتي هو يصير سبع وكذا وهذا هذا هم يفيد بالمديسين كيس راح اتحرك اليوم ركزت عليك وهذا صار خلاص
هاي النقطة مهمة اللي أقول لكم عليها مهمات سجلوها بابا. دائما يجيبهم سؤال سمعوا طلاب اسمعهم بالمناسبة أنا ما سجل غياب اللي ما يعجبني يعني يحضر ما عادي لا أزعل ولا أغض ولا يعني خفة أنا وراح اوكي ارتاح يا شيخ ايش قد انا اخذ اكس راي يجيني بيجنت انا ابدا اسوي له فول دايجنوستس انتبهوا عليه 14 انترا اورال فيلم زائدا 4 بوستيريور بايتريك فيلم هذن يلا يعطيني فول دايجنوستس او فول اكس راي لكل الموت او شاخذ من عنده اوديه على او بي جي اخذ من عنده بانوراميك راديوغراف هاي البانوراميك شايفه اقدام مال بلاك اندكس زين ما اعرف انا اذا منطيكم هم او قد يوم انتم مستخدمين اكو شيء يسمونه ديسكلوزنج ايجنت تابلتس دكتور اي هاي وش تستخدمونها؟ انت شوف البلاك شوف البلاك اذا انت طبيب اسنان ما تعرفون البلاك على اي من يفتح ماتيريال هو البيشنت يشوف هذا هذا طيب البيشنت يسوي براشنج وراه ايش ياخذ؟ الديسكلوزنج تابلت هذا شنو وين اكو بلاك؟ تلونه ايش راح يعرف البيشنت انه عنده ضعف هنا بهاي المنطقه ما مر عليها هو يفرجها عنده ضعف هنا فيبدي يعرف المناطق اللي هو ما واصلها، كل واحد من عندكم هسه اتصالكم ايش قد تفضلتوا من اسنانكم؟ والله ها؟ صار لكم سنين. وانا متاكد كلكم على نفس نفس الطريقه اللي بديتوا بيها من اول ما تعلمتوا تفريش لحد الان. غيرنا شوي، كل ايش قد تغير انت؟ في الماضي مرحله. بس شهرين ثلاثة تغير؟ مرة منين مرة من يصير أفاجئ لا مرة طريقة التفريغ تغير طريقة برا وبر برا لور شوف بابا كل واحد يبدي أول مرة أول ما تبدي بطريقة جديدة تحاول إنه أنت تصير مضبوط يوم يومين ثلاثة إيدك راح تاخذ على طريقة معينة راح تصير أنت تتفرج سريع من قبل تتفرج سريع بدون تفكير شايف واحد يفرج وباله ما ادري وين هاي هنا انت اكو مناطق هواي ما راح توصل هنا هذن المناطق نفسين كل مره ما راح تفرج انت ما راح توصل هنا ليش؟ لانه ايدك تعلمت على هذا يعني شلون واحد يسمن يمشي ما يفكر انه هو اللي يحط اليمنى وبعدين اليسرى هو اللي يمشي اوتوماتيكيا فانت طريقه مشيك ما تتغير ما ممكن انا اقول لك امشي امشي مثل فلان الا اذا انت تريد تمثلها انت ما راح تمثل ليش؟ لان انت يوميا هاي تتكرر هاي الشغله انه انت تتفرج هالطريقه هاي دائما بالك مشغول ودائما بالك بغير مكان لذلك انه انت دائما راح يصير عندك ديفكت بنفس المكان شو اسوي على مود اتفادى هاي الشغله؟ اغير الطريقه مالتي بين فتره وفتره اوكي؟ راح اظل ثلاث ايام اربعه انا ما غيرت الطريقه شنو اظل مركز انا بالتفريز يعني ابدا اضبط هاي الطريقه من شفت روحي هم صراحة ما ادري وين نسوي غير طريقة اوكي؟ لا طرق زين طبعا بالاكزامينيشن يجيكم البيشن يسوي له اكسترا اورال اكزامينيشن وانترا اورال اكزامينيشن الاكسترا اورال شو يضل؟ ليمف نود ليمف تي ام جي بعد سيميتريكال سيميتريكال اوف ذا فيس كلر اوف ذا اي كلر اوف ذا اي كلر اوف ذا اي كلر اوف ذا اي افتح ليش اشوف السيميتري اوف ذا فيس خاف اكو سوالك في مكان ما اكزامينيشن اوف ليمف نود كلكم تعرفون شلون يجي انترا اورال اكزامينيشن اول ما اشوف شو اشوف؟ ابغى على التيث مالته
اكو شيء يسموه الروجين وايتريشين وابريجين وفراكشن. الروجين شنو هي؟ ويتش شيب ديفكت بالانامل او الدنتين او السيمتم. هاي مين جاي الروجين دكتور؟ من كيميكال. ها